وربك يسهلها ويروح التاب. وين تلقى الطيب بقد الشعب؟ العراق ثمن هوية، ديرة الناس الوفية، قوي قلبك يا عراق، كلنا نوقف لك سوية، كلنا نوقف لك سوية. حياكم الله، أنا أحمد خليل وهذه حلقة جديدة من برنامجنا الفراتي الإنساني قول خير. اليوم فريقنا يتحرك لتحقيق واحد من أهداف هذا البرنامج. أهنا يقولون من طول الغيبات جاب الغنايم. كل الهلا بزميلاتي ساهر الكرد وابتسام. حياك الله. حياك الله يا أحمد، الله يبارك فيك. تدرين وين جاية؟ جاية بمنطقة بمحافظة بابل اسمها المدحتية. هي طبعا جنوب محافظة بابل. عندك معلومات عنها بما أنه رايح أكثر من محافظة أحمد؟ أنت أول مرة توصل؟ أول مرة أجي للحلة طبعا. وغششتكم مروة. زين، أنت ليش تقول أنا غششون وطلعتوا هم جايين للمنطقة؟ لا يعني نفس الشيء. لا لا، زائر هذه المنطقة، منطقة يعني أهلنا منطقة شعبية ناحية المدحتية، وأهلها الطيبين، الحفاوة تشوفها بعيونهم، والجو الحلو والخضار طيب اللي تشوفه جدا. واليوم عائلة بسيطة تحتاج وقفتنا وياها، فهل أنتم مستعدين؟ والله عن نفسي أني كلش مستعدة. نروح للعائلة ونشوف. تندلوها؟ أنت تدلين، أنت تدلين، أنت تكفل. سارة مو تقولين مريضة. لا لا، المرة زينة. مو تعبانة. أبد. ما تصرفين بنادول هواية. أبد. مو قهوة ماكو. ماكو. يلا توكلوا. يلا. وربك يسهلها ويروح التواب. وين تلقى الطيب بقد هالشعب؟ العراق ثمن هوية، ديرة الناس الوفية، قوي قلبك يا عراق، كلنا نوقف لك سوية. انت تستاهل تعيش تفائل بدنيا سعيدة، ولا تقول شلون واصبر باكر. قول خير. قول خير. يا الله، ان شاء الله اليوم كله خير. يا الله، ان شاء الله. ام مروة يلا استفتح الحلقة. رجلك اليمنى. رجلك اليمنى. ما كل ما تيه رجلي اليمنى اليسرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك خويا؟ شلون الصحة؟ انا قلت لك اجي مو وحدي. اي. خواتي جاي كل الكادر وبقية الكادر. هلا بيك. ترحبين بينا ندخل اليوم؟ هلا وكثير الهلا. المهلي. حياك الله معلاوي حبيبتي. زميلتي ابتسام هم وياي. تفضلي. الجزء الأول من قصة أم علي، جو قالوا يابا خلي نعتمد على أنفسنا، هي وأطفالها، رجلها الشيخ المتعب المريض العاجز، هذا المكان بداية بيتهم. قال يابا خلي يصير أسواق هذا ونشتغل بيه على باب الله. اشتغلوا، يوم تحصل 5000، يوم أقل، ممكن بعض الأيام أكثر، لكن بالنتيجة أبو الجملة ظل يطلبهم وياكلون منهن، واللي باقي طيني ايسر، واللي باقي بس ذني، اللي باقي بس ذني، وما عدهم حتى ياكلون. هذني بيش بيعوهن؟ 3000 4000. هذا اليوم اللي وصلنا بيه، باقي بس هذا قدامكم، عصاير واجبان، 1 2 3، هذا اللي باقي اللي تملك هذه العائلة بس بهذا اليوم اللي وصلنا به. كل المحل خلص، ما بقى شي بيعوه حتى ياكلون، لما نتبيع ب5000 حتى تجيب خبزة لاطفالها، فباقي اخر وجبة هذه تبيعها وما تعرف باكر شنو يصير. كل قطعة وبيهم، بس الله موجود، حاشا ان يقطع بيهم.
فواحدة من المفاجآت اللي تنتظرهم بهذا اليوم واللي إن شاء الله تغير حياتهم لا ما راح أقولها، راح نشتغل عليها من هذه اللحظة. أبقوا يانا. حياة الله معكم. حياة الله انت يا قلب. شلونك؟ الله يسلمك بعد قلبي. عسى ما تعبناكم اليوم. لا ان شاء الله تعبكم راحة يا قلبي. الله يسلمك. قبل شوي يعني حكيتينا بصورة عامة عن حالة ابو علي وايضا حالتكم. نريد نعرف شلون مرتبة امورك يعني ماشية وضعك وحالته الصحية لابو علي. يعني حالته الصحية يعني متعبة. بس شو اسوي؟ يعني بيني وما بين رجال هذا عشرة عمره وياه. ما اقدر يعني استثني من عده، احنا يعني حكي مثل ذاك المرأة العراقية يعني ما استثني منه. فهو اربع سنين من موقع يعني هيك صارت حالته يعني قامت للأسوأ. جلطه واثرت خلينا نقول لا تبدا عده تسدد بالشرايين، ثلاث مرات سوينا له قسطره، صار عنده النوب يعني عدل ثلاث قسطرات صار تسدد عده الشريانيه. انضرب جلطه، ظل يعني فاقد الوعي شهر. يعني احنا ما توقعنا هيك يرجع للحياة. بقى شهر يعني ما يعرفنا. احنا يعني حاليا اخذ اخوي يما شهر في حياتي انا ما اقدر يعني معاناته وهاي خلوه يمهم بين شهر. يعني اروح له ما يعرفني. ذاك اليوم نايم وهذا ابني الصغير هو هذا يعقوب. كل ساعة وسألني وين يعقوب؟ وهذا يعقوب يمك. يعني قلت لش ما يدري. ساكت مو عوايدك. لا بداية يعني تركت الحديث لكم وخذت جو يعني وعرفنا بعض التفاصيل اللي ما كنت أعرفها. بس اللي أعرفها أنه حالتها كلش بسيطة. معالج قد ملكيتك هسي؟ بالبيت؟ إيه؟ يعني إذا صدقوني ممكن 15,000. 15,000؟ إي والله العظيم. 15,000؟ والله والله واسم الله. صادقة. يعني هو الاشد اشد الناس كرما الفقراء. صح. احنا جينا تعرف عن طريق عباس برضر جيتنا الربيعي. اكو صوت تسمعوه ما اعرف بالمطبخ جاينا اقربائها وما اعرف خالاتها نسوان حموي ودي يسوون غد لكل فريق العمل. اي هم جو من الصبح والله يعني هذا يعني اشد الناس والفئات كرم هم الفقراء. فهي محضرتنا الغداء ودي يشتغلون نسوان هنا جوا بمطبخهم ماديا يعني ماديا هم دي يشتغلون وهي ملكيتها 15,000. انت هاي ال 15,000 ليش وقت تمشيك؟ شي تمشيني هي انت تعرفها اذا خلص حب السكر بستة ونص اذا انا خلص حبي انا ابلع حب ضغط بخمسة الاف يعني اذا اجيبهن ما يجيب اللي ياهن. انت الام والابو لهم. انا الام والاب انا الكل بالكل يعني ما يتجهون بس اني الله واني. من يخلصن عادة الفلوس اللي عندك وانت اللي امرأة اللي تدبرين اللي كذا وين تروحين وانت ما حد لك؟ الله شاهد بيوم هي هستم هاي جيبتكم ماكو جابها امكن رب العالمين. مو يمكن اكيد. قبل خمس ايام ايه تمرضت الله شاهد علي انا عندي تحسس واتنق يعني بحيل وصلت الموت. ما اقول لك اهلي اخذوني ما يتبرون من الاهل طبعا ودوني وحمويني ودوني للطبيب يعني تعالجت العلاج بتعرف بال 150,000 يلا شفيت. قعدت العصر الله شاهد اجى ابو رضا قلت انا هن بس كرتونتين نستلم المحل وحق هو هذا الكريم. قلت انا هسه من نال باكير عقب باكير يعني فرقت ابو المولده يجي راس الشهر افكر به فكر الآن ما يهمني يهمني علاج الرجال
زوجك؟ زوجي. يعني اذا ما عندي يوم حب سكر وصعد عنده السكر انا شلون؟ يمر عليك ايام ما اي ايام صعبه يعني الله شاهد اذا ما صدقوني مره صار. ليله من الليالي اقعد بالحوش وهذا مكاني وكل كلام وشاهد عليه الله صار طيب. اقعد ابكي رب العالمين صدق لا اشتكي لاخوي انا عندي اخوه وما عندي بس يعني ما عندي تشتكين رب العالمين بس الرب العالمين اشتكي الله شاهد اقول له انا بيمي وبينك اجاي اسولف وياه يعني اشتكي لك وانت تفرج لي اطلع ابني هذا يوسف والقران شو تسوي وين يوسف يشتغل بالعربانه عربانه عربانه دفع بالسوق هاي بس بالجمعه والسبت وعنده مدرسه صحيح يعني بالجمعه والسبت ما تركوا اجى ايش قال يوم من الايام قال لي يمه انا بعد ما اروح للعربانه ليش يقول نزل ابو الكيل يمشي ما زيب العربانه قال لي اذا ستة انزل لك ابو العربانه اكسرك تكسر وما زين الشارع يمه والله طقت روحي ما اروح للعربانه على مود قد يحصل هو والله العظيم يوم من الايام يجيب 2000 دينار بناتك يمك بناتي وعلى راسي بنت بناتك ابتسام عندنا تريديها بالخبز يعني انا اصير الخباز درجه اولى ام مروه يقولون طبخها شويه طيب خالات عيوني الديار حيدر ام عبير الطبخ بعده بدايته غير لا اتمنى شيل شويه طبخها طيب طبخه كلش طيب انت طبخك طيب كلش طيب يلا توكلوا بالله وعندي مهمه اخرى راح يكونون يعني خواتي ابتسام وام مروه ساره كرد يعني ساره اريد هذا موجود الضحكه سلمون انا تدرين بنتي مزوجتها يعني بس طبعاً هذا أم علي هاي سؤال في نسوان الله لا التلفزيون العلاقة ولا الواقع الحال ماكو مو طبعاً بالباب وتصرفون رامات الحلقة كلها هاي بعد عزينا هنا الله ما عدنا شغل قلت لك أنا حتى يعني قاطع سنجوعان راح تقولهم بنتي متزوجة وراح تسوي في مشاكل الزوجية سنة ما شوفت إلا تجيني هي ما أطلع من ورا الحجي ما طبعاً يوم الأجواء كلش حلوة الغداء فرحة سلمون ابتسامة من الأولاد يمك والبنات مو أكيد أنا صادقت فطومة صارت صديقة تمام هاي فطومة شاطرة تمام أنا أغادر هذا المكان وأتركهم داخل البيت تسلم بس قريب عليكم شوين راح تغادر أحمد؟ احنا عندنا شغل بالكانت أسوأ لا عندنا نتغدى لا طبعا احنا راح نتغدى سوى غير احنا حتى الطبخين ابتسام بعد كله عليك الطبخ لا ذوقوا طبخنا العشان يطبون بيتنا ما زود لا طبعا موجودين اليوم كله يمك لا يلا شباب ننتقل بيئة ثانية فتشنا كل البيت لا صوبه كهربائيه لا صوبه نفطيه لا مدفع اي شيء ما بيه خلينا ننزل نحاول احنا نجهز لهم وين تلقى الطيب بقد هالشعب العراق ثمن هويه ديره الناس الوفيه قوي قلبك يا عراق كلنا نوقف لك سويه انت تستاهل تعيش تفائل بدني سعيدة ولا تقول شلون واصبر باكر يصير التريدة توصل باسمه؟ باسم قناة الفرات قناة الفرات عشت يدك بس تسامحتنا هسه لو شنو؟ سامحتكم وقتكم كلها بسعر الجمعة يلا بعد تمشارك بعمل الخير الله يوفقك ان شاء الله اكتب عنوان البيت وريد بيهم ضمان كله ضمان هنا بيه ضمان ايش قد؟ كلهم ضمان بيه سنه ايش تيدك ضمان سنه العنوان وين؟ هذا بحي الحسين ممنونين يحفظك على راسي العراق ثمن هويه ديره الناس الوفيه قوي قلبك يا عراق كلنا نوقف لك سويه انت تستاهل تعيش تفائل بدني سعيده ولا تقول شلون واصبر باكر يصير التريده لازم بيوم الامل تلزم جفوفه
الدنيا ضمت لك فرح عينك تشوف عينك تشوف فكرت حب الحياة تبقى تجمعنا الفراق فكرت حب الحياة تبقى تجمعنا الفراق قول خير قول خير وربك يسهلها ويروح التوام. شوية شوية قدرنا نغير هذا المكان ونحوله إلى شكل مختلف. صحيح هاي الإديان النقية هي اللي دا تشتغل، بس وراها قلوب عامرة بالإنسانية وحب المساعدة، وانت بس تقول خير يجيك خير، وكانت النتيجة بهذا الصورة. انت تستاهل تعيش تفائل بدنيا سعيدة، ولا تقول شلون واصبر باكر يصير التريده، لازم بيوم الامل تلزم جفوفه تلزم جفوفه. الدنيا ضمت لك فرح عينك ما شاء الله. جيتك حيل جوعان وتعبان. الله يسعدك. شلونك؟ شلونك؟ كل شيء كملت. ها والله كل شيء جاي. عليك التعب. اي والله تعطيني مرقه ودجاجه. شوف انا دقيقه شنو هالخيانه؟ احنا النسوان نضج واحد يدخل المطبخ وياخذ شويه شويه. ارد اقول له شوف لو مو تعبان ما اعطيك من الاكل. بعد تعبان صدق الدجاج شوفه مستوي حتى رجع على السفره. شلون القلب يوتي؟ قلب شلونه؟ عاجي تجي خال خال عفوا بني مرقه هنا مرقه لا قبل ما تارة وقت كيف تسوين غسلت المواعين سويت زلاعات خلاص أنا جايبك على الطبق تجيبين غسل ساهرة بعد تولت هاي مهمة الطبق جهزنا في الأشياء والله طيني معونة خلي لك مرقة أي والله هاي راح يتغدى هسه عاشت ايدك شلون بالله والله المنظر ما يتفوت جات انا جات بس كون اكمل حتى شلون الشغل هالايام وياكم السوق زين هو راح يتغدى يعني تشوفوا لون الدجاج والله والله عاشت ايدك شلون ما خليتي لفت شيء يعني حتى يصير شلون لا هو احمد جبور يعني هستاذن من مكانه اخويا اول مره راح اكل قبلك قلت هو طيب فين سنت جبت الخاشوق قالت لي تاكل بها؟ لا لا شو بها الدجاج؟ ودعناك عيني وعلى السلامة. هنا ما شوفناش الغراض الأساسية اللي طلبتها صح هذه الأشياء اللي وعدناش بيها وقلتي خلينا نقول جزء من النقوصات اللي بالبيت الله تسميني يا عيني هذا الشيء بسيط بحلقة تسلمون وإن شاء الله تكتمل فرحتك إذا هم شوف السوا تحمل جزء هذا من ضمان يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا شنو تتوقعيها غسالة كل مرة تحتاجها صح؟ كل الان عند الحج شوي احتياجاته بالغسالة اكثر ودنيا شتة وشتة مطلوبة وربك يسهلها ويروح التواب وانت
تلقى الطيب بقد هالشعب. رجعنا نفس المكان اللي شفتوه الصبح البائس المظلم الفارغ من كل شيء، ما بي اي اشياء حتى لو بربع، بس ما اعرف وين اللي كانت الاشياء بين ايدينا اللي شفتوها الصبح اللي يمكن سعرها 2000 دينار. سواعد فراتيه رجع المشروع من جديد واقوى، صارت الاسواق الوحيده بهذه المنطقه هي اسواق قول خير. بساعات قليله جهزنا كل المحل مليناه وبكل اللي تحتاج اي عائله موجوده بهذه المنطقه، من تجي تريد تتسوق من ام علي شنو اللي تحتاج موجود صار. فرحتنا اكبر، لكن اريد نشوف الفرحه على وجه ام علي. فانا منتظر ابتسام وام مروه يجون وياهم علي انه نفاجئها طبعا كل احنا بهذه الاسواق. والله منتظرهم، كل اللي تحتاجه هسه العائله موجود هنا. انا راح اشتري دقائر اول واحد. ها انت اول مشتري؟ انا اريد. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يا الله صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. ما قصرت ان شاء الله. كل شيء ما يهمنا، لا تعب بس نشوف ايش فرحانه. ان شاء الله ما قصرت. تجولي وشوفي المشاعر ان شاء الله. شفت المحل تغيرت الملامح مالته كلها. الحمد لله والشكر. الحمد لله. انت بس تطقصي اكو شيء بعد؟ لا ان شاء الله ما في، كل نقص. كل شيء، البان، دقاير، تمن، عدس، مش عدد، انت ما تعددين وياي، عصاير، كل شيء موجود هنا. شنو اللي هذه الضحكه؟ هذه ندور عليها والله. انا اللي والله ندور عليها. المفاجاه خليتنا صافنا لان وايد اغراض باقيه بالقاع، يعني ما مسوينها يلا يلا اشتري. اشتري انا؟ اشتري احنا اليوم قلنا الساهرة تشترين. تشتري؟ ان شاء الله. غير ما شايله فلوس ناسيتك. بالجنطه بالجنطه. وراح انا اشتري الكاس. استفتاح خير ان شاء الله. ابتسام شنو رايك بال والله عاشت ايدكم، يعني جهود كبيره احمد، عاشت ايدكم، يعني ما ناقص شيء. نعم دايم اريدك ستر، الله يسترك الشباب. الله يعني بس احمد ام علي الامك ان شاء الله في دول عمرك. اشكرك ان شاء الله. مروه شنو اللي شفتيه بساعات قليله يعني شبابنا الاطفال؟ قد نتحمس احنا لكل حلقه نريد نشتغل، لكن هاي الحلقه يعني ما اقول لكم ايش قد بها تيسير بالامور. صحيح بها سهوله فعلا. هوايه سوينا على نيتهم، مقاطع هوايه، شغلات هوايه، قليتي هوايه، سوينا الغداء عندنا، راحوا اشتروا وصبغوا المحل. هذه جهود استثنائيه خلال النهار، يعني ترى ما حد اكو مرونه بالعمل انسيابيه ما شاء الله. ربنا يبارك لنا حتى بالوقت. وربك يسهلها ويروح التواب. يوم ما تاخرنا بانجاز مهامنا بهذه الحلقه، يعني لساعة 4 العصر أتممنا كل المهام وقدمنا كل الحلول اللي نقدر عليها كفريق قول خير اللي ساعدنا بالوصول إلى هذه الحالة. ما ننساهم أبداً، أصحاب الفضل اللي هم هذا الفريق الإنساني، الأبطال أبو زينب وعباس الربيعي، فريق حياكم الله. الله يسلمك. كل جمعة 1000 دينار فريقكم مو؟ نعم. أنا دائما أنسى إنه فريق كل جمعة 1000 دينار. كل جمعة 1000 دينار خيري. طبعا نشكر جهودكم بالبداية لأن تقدمون خلينا نقول خدمات متعددة لكل الناس، وأيضا نشكركم مرة ثانية لأن وصلتونا لحالة أم علي، يعني من الحالات المهمة. ممكن أحمد يعرف إحنا بحلقات سابقة يعني طرقنا هيج حالات، ممكن عالجنا هيج حالات، رحنا تعايشنا ويا هيج حالات، لكن حالة أم علي من قريناها بالإعداد ممكن كنا اليوم الكادر بأكمله تحمس ويروح يتعايش وياهم، تعاون مختلف لأن حالة يعني أبو علي يعني حالة شوية جدا صعبة، مثل ما نعرف إنه الرجال بالبيت وجوده كلش مهم. زين، فهي اخذت على عاتقها اليوم تربيه ابنائها، اخذت على عاتقها تعتني بزوجها خلف الكواليس. ذكرنا نقطه جدا مهمه، اكو بعض النساء ممكن تشاركوني بهذه النقطه، من يتمرض زوجها تنسحب من حياته، تقول انا بعد ما اقدر. علي تختلف طبعا. ان شاء الله. مجاهده والحلو من رخصتك مداخله. احنا من خلال هذا حديثك بخصوص والدهم الحاج موسى نطلب من الجهات المختصه الاخ مدير رعاية بابل الأستاذ حيدر الحجي يشمل هاي العائلة بالرعاية إن شاء الله. إن شاء الله. قناة الفرات ما قصر إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير وقمت بالواجب. نعم. وإحنا اللي علينا وصلناكم. نعم. وما قصرتوا.
بس نطالب الأخ الأستاذ حيدر الحجي مدير رعاية بابل يشمل هاي العائلة، لأن هاي العائلة من الاحتياجات الخاصة 100%. الأسواق جهزت زين، والاحتياجات اللي رتيها وكل المعدات اللي رتوها أنت وصلت لكم. فضلكم وفضل عباس الربيعي هو هذا. بس ما جيت هناك فرحان، فضل فرحتي هناك. لا 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 والله ماكو كل تعب، احنا خاف قصرنا وياكم. لا والله الله يحفظكم. قلت سلموا لي كلكم اجمعين ويستر عليكم كافة. واجبنا هذا يا علي، خادمين ربكم. احنا وصينا احمد على فد شغله ان شاء الله مجهزها وما نسيتها مباشره. قالت يا ابا ام علي ما عندها موبايل. قلت عم كرار زبيدي طريقنا اقرب محل الموبايلات عمال موبايل جاهز. يعني ندق علينا ابو رضا والله على مو على البيت من عندنا. هذا هسه بعد خاطرك بعد تتواصلون ويا ابو رضا. ابو رضا يا اخوي بالعافيه والله، الله يبارك لك ان شاء الله. هم دائم هم اخوي بيش خير تسلمون اختنا العزيزه. ان شاء الله ما تحتاج شيء. تسلم ان شاء الله ما تحتاج شيء. يعني ياكم على هاي المبادره تسلمون. واجب الجميع ان شاء الله. صار واجبكم على الخير. نطلب منكم الدعاء انه قناه الفرات لا تشوفون الدعاء. هذا واجب ان شاء الله. مروه يعني الوقت كان كلش ضيق. نعم. وعندنا 8 ساعات بين ما جهزنا كل الفراش، بين ما جهزنا الاثاث، بين ما اشترينا الاجهزه الكهربائيه. لا تنسى هذا اللي سويناه. بين المشروع اسواق قول خير. طبعا انا راح اشوفه ان شاء الله بالعرض الحلقه. ابد ما قصيتكم انتم، انتم ما لكم علاقه بالاكل اللي جيتوا على التوالي. لا 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 استاذ احمد انا قلت سمعت قلت ما سوى غير بس البهارات. شوف لا 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 احمد انا دائما منصف. المرح ترقت الاطفال وجبت يوسف من السوق، التقيت بيه وجبته من السوق، فانا ما نسيتهم. كان بودنا لو اكو وقت انه نشتري لهم ملابس، نشتري لهم اشياء. في مسائل بايدك شنو خلص. فهذه على عددهم ظروف بها مبالغ ماديه. تسلم اهلي يعطيك العافيه يستر. هذه لكل واحد بعد حقه. تسلم ويعذرونا ويتمهلون بينا ان شاء الله. انت قولي هسه قدام الكاميرا تريدين شيء بعد؟ تسلمون دائمين. الله عليك. شفيت ووفيت. محتاجه شيء؟ الحمد لله والشكر. لا الفلوس توفر، التليفون، الاجهزه، كل شيء موجود. يعني الانسان مو يستغل الوضع. انت بالقوه عوفي، شو تريدين بعد؟ لا الحمد لله سلامتكم. هذول الابطال يعني الشكر لله. استغل الفرصه احمد ما دام موجود. سلمون كلهم سلمون سلامتكم. يعني بالفرات. زين انا اسمح لاحمد الجمهور اعرفه. زين احنا هسه بالقفله بالقفله. ما دام المنظر حلو والخبر موجود. يعني اذا لاقتكم الصعاب شو تقولون؟ قول خير. قول خير. نشوفكم ان شاء الله بحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. رحم الله والديكم وسلمون. العراق ثمن هويه، ديره الناس الوفيه، قوي قلبك يا عراق، كلنا نوقف لك سويه. تستاهل تعيش تفائل بدنيا سعيدة، ولا تقول شلون واصبر باكر يصير التريده. لازم بيوم الامل تلزم جفوفك، تلزم جفوفك، دنيا ضمت لك فرح عينك تشوف.